طبعا هو لما تيجي تتكلم على التنافس والمنافسه في ثلاث فرق بتنافس، الزمالك بصفته متصدر جدول المسابقه، بيراميدز بصفته تاني المسابقه، النادي الاهلي بصفته صاحب المركز الثالث. يعني اداء النادي الاهلي خلال مباراه اليوم وما سبقها من مباريات يعتبر مخيب لامال جماهيره. الاداء وانت بتتفرج على المباراه ما بتحسش ان النادي الاهلي يقدر يكسب في اي وقت زي ما كان في اوقات سابقه كتير. مباراه الجونه انت بتلعب مع فريق الجونه، فريق يعتبر مع احترامنا الكامل وتقديرنا لفريق الجونه فرقه بتصارع، فرقه بتصارع على الهبوط، نتائجها سلبيه خلال الفتره الاخيره لدرجه ان انت المدير الفني للفريق دي اخر مباراه ليه بسبب نتائج سوء النتائج. صحيح. اما تيجي تشوف المعادله، المعادله الصعبه، النادي الاهلي عنده يعتبر ثلاث فرق مقيدين في قائمه النادي الاهلي. تيجي تشوف نادي الزمالك كل الظروف لعبت ضده السنه دي، مفيش دعم صفقات، اللجان اللي فاتت مشت اللي يمشي واللي ما يمشيش. صحيح. عندك اتعاملت مع الزمالك في التوقيت ده، استاذ مرتضى منصور اتعامل مع الزمالك وامير مرتضى منصور ومستر فيريرا، عملت متغير واحد على نادي الزمالك، انت جبت مدير فني، اللي انت قدرت تعمله انت جبت مدير فني كبير اسمه فيريرا. صحيح. فيريرا عمل يعني اللي هو بيقول لك الشطره بتغزل برجل حصان. يعني اللي ما حدش كان يقدر يتوقعه من جمهور الزمالك او من النقاد عمله فيريرا. صحيح. ان انت توصل للدور الثاني بالسكواد دوت بتاعك، ان انت توصل للدور الثاني، وان النهارده النادي الاهلي لازم يكسب الماتشين المؤجلين ليه في بطوله الدوري، عشان اللي هم مؤجلين اللي هم مع النادي الاسماعيلي والمقاولين ونادي المقاولين العرب. صحيح. عشان يوصل يبقى قد نادي الزمالك. خد بالك انا عايز افتكر اخد بالي من حاجه، انت فاكر ان قالك الفرق اللي هتمثل القاره السمراء في البطوله الافريقيه هيحسب بعد نهايه الدور الاول، وكان مستنيين ماتش الجونه لان يعتبر ماتش الجونه ده اخر ماتش للاهلي من ماتشات الدور الاول. ايوه صح. يعني المقاولين والاسماعيلي ده مؤجلين من الدور الثاني. تمام. فاعتقد ده اخر ماتش، يعني ده ممكن كان ممكن نتائج تخلي النادي الاهلي ثالث. خد بالك الدور الاول ده الزمالك الاول ب 41 نقطه. 41 40 الزمالك اول بعد الدور الاول. تمام. فانت النهارده انت بتتكلم على موسم استثنائي لنادي الزمالك. لما تيجي تتكلم عن الاداء الفرق اللي موجوده، في كان زمان يقول لك روح الفانيلا الحمراء، لا النهارده روح الفانيلا البيضاء. لعيبه الزمالك بتلعب بتقاتل من اول دقيقه لاخر دقيقه في اي مباراه، بتبقى متاخره 2-0 وبتكسب 3-2، متاخره 1-0 وبتكسب 2-1. لا وتحكيم ايه؟ والتحكيم على كيف؟ تحكيم ايه؟ بسم الله ما شاء الله. بتكلم جد، انت محسوب عليك 6-7 ضربات جزاء في اي ماتشات الكاس اللي اتحسبت عليك ضربات جزاء، مطرود منك اكتر من 3-4 لعيبه، موقوف لك 3-4 لعيبه، 5 لعيبه بانذار ثالث. طيب. يعني كل ده عندك تحديات كتير جدا، واي حد عايز يثبت نفسه ان هو يعني شخصيه وبتاع بيجي قدام الزمالك وفي مباراه الزمالك وياخد قرارات ويرجع يعني بعض الكرات بيرجع لها مثلا ممكن يرجع لها قبلها بيومين، يعني مثلا ممكن لعيبه فرقه في وسط الملعب ما شفتش ده في مباراه الاهلي مثلا الاخيره في كره مع المحله في كره عمرو السوليه ما رجع لهاش. فعندك في ماتشك مع سيراميكا كليوباترا في فاول بتاعت امام عاشور ما رجعلوش فالنهارده انت عشان بس ما احنا ما نستبقش الاحداث اللي اتعمل في لنادي الزمالك خلال الست شهور اللي فاتوا دولت منذ عوده مجلس اداره الاستاذ مرتضى منصور، اعجاز مش انجاز، اعجاز ما يقدرش يتحقق الا من مجلس الاداره ده. انا عايز اقول لك حاجه والله العظيم انا افتكرتها، استاذ مرتضى منصور كنت ذعت هنا مش عارف قبل لقاء الاهلي او بعد لقاء مش فاكر، فمستر مرتضى قال لهم يا جماعه اكسبوا الاهلي او حتى يا ستي لو تعادلوا مفيش مشكله، الاهلي هيتعادل ماتشين وهتلاقي الموضوع قرب خلاص. أيوة. فاكر انا أيوة. فاكر الاجتماع قال كده والله هنا. أيوة. سمعتها فاكر قال لهم اكسبوا اكسب الاهلي او تعادل مع الاهلي بس الاهلي ما يكسبكش. ايوه بالظبط الموضوع عليك.
انت كده هتصعب الموضوع عليك. هو كده كده تكسب ماتشاتك والاهلي هو يتعادلوا ضده ماتشين هتلاقي نفسكوا زي بعض. وكده كده الاهلي هيقع في ماتشين من اللي جاي. المقوله بتاعته بتتحقق والله. ده حقيقه فعلا. يعني اللي هو نفس الكلام اللي قاله للعيبه قبل ماتش الاهلي. هو بيلعب يعني هو الاستاذ مرتضى لو انت بتلاحظ في كل يعني التعامل مع لعيبه نادي الزمالك في كل اجتماعاته سواء كان في البطوله الكونفدراليه او في بطوله الدوري او بطوله الكاس بيشتغل دايما على العامل النفسي، بيوصل لعيبه الزمالك لاعلى يعني حاله نفسيه بتخليك انت بتنزل الملعب ما بتفكرش في العبء او اللود ان في حد بيطاردك او في حد جاي هيسبق الزمن عشان يتخطاك. طب اديك حته كمان جامده جدا مش مرتضى. انت فاكر بعد ماتش الاهلي عمل ايه؟ ادى العضويه العامله للعيبه نادي الزمالك أيوه. وساعتها الناس اتريقت ايوه قعد يقول لك كنتوا بتدوا العضويه العامله عشان نتعادل مع الاهلي ده انتوا فرحانين قوي ده فاكر ايوه ادي نفسيا اهو بيدي الروح اكتر للعيبه والنهارده اللعيبه الحمد لله في هو بيدي العضويه عشان يبقى عنده شعور الانتماء للمكان برافو عليك وبيوصل لك كل ده كل ده حاجات معنويه لا وبيوصل لك ان انت برضو هي الناس بتبص ايه لا هو مش فكره ان انت اتعادلت مع الاهلي لا هي فكره ان انت راجل عندك رغم كل المواقف اللي عندك كتير جدا 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 بتلعب فرقه فول تيم بتلعب فرقه بهيد مثلا عندها تركيزها عندها ثبات القيد اي 30 مره في السنه مش مره ولا مرتين وانت ممنوع من القيد بقالك فتره طويله ولاعيبتك والفرقه اللي بتلعبها هي بطله افريقيا مرتين ورا بعض ووصلت النهائي المره الثالثه كل لاعيبتك منتخبات مصر تم التفريط فيها يعني منتخبات مصر كل لعيبه منتخبات مصر اللي طلعوا عمر كمال حسين فيصل اسامه فيصل مصطفى محمد كل اللعيبه ديت فرجاني ساسي مصطفى يعني فتحي كل لعيبتك يعني تم التفريط فيها في توقيت الزمالك كان محتاج يدعم يعني لا منك يعني دعمت ولا منك سبت اللي موجود